على غير العادة اتسم عيد الأضحى بالمملكة المتحدة بنوع من الهدوء مقارنة بالأعوام الفارطة، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الدولة البريطانية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، حيث أقيمت صلاة العيد في الأماكن المفتوحة بدلا من المساجد، في حين أصبحت الزيارات في المنتزهات والحدائق بدلا من المنازل، وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي. وبعد أن كان مقررا تمضية العيد في الجزائر بين الأهل والأقارب، ألغيت جميع الرحلات المتجهة للبلد الأم بسبب فيروس كورونا. بهذه المناسبة السعيدة أرادت العائلات الجزائرية المقيمة في بريطانيا أن تبعث تهانيها عبر قناة الأوراس، راجين من المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات. مراسلة قناة الأوراس من المملكة المتحدة راديا بوسوسة. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله بمناسبة العيد هذا، عيد الأضحى. بنتي تقول لكم صحة عيدكم، قولي لهم صحة عيدكم، كل عام قولي لهم صحة عيدكم. صحيتو وكل عام وانتم بخير، تعيدوا وزيدوا ان شاء الله، والعقوبة العام الجاي ان شاء الله، وتعيدوا بالصحة ولهنا. والسلام عليكم كل أمة المسلمة، السلام عليكم. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، اتمنى عيد سعيد لكل المسلمين والجزائريين خاصة. عيد مبارك ولا فاميلي وعربك شكر في البيرة. صحة عيدكم يا وجهدي أخ علي فارس وتوفيق وتاتا سميرة وهيبة وكريمة. صحة عيدكم عمو جلالي وعمو محمد وطاطا صالحة وطاطا جميلة وعمتي زهرة. صحة عندكم كل المسلمين وتحيا الجزائر. صحة عندكم. السلام عليكم، صحة عيدك أمو سيداري، صحة عيدك ناني، صحة عيدك خالو إسلام رزدن عبد النور، صحة عيدك ناني، صحة عيدك يما، صحة عيدك جدو سعدك، صحة عيدك عبد الرحمن. السلام عليكم، صحة عيدك ناني، صحة عيدك يما، صحة عيدك عزتين، صحة عيدك عبد النور، صحة عيدك إسلام، وما فامي وبابا بابايا هابي بيرثدي سامي. Thank you. You my big brother. نوجاري ماني أي جدو ومسلمس. عيد مبارك، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. عيد مبارك جدو خالو عمو قاع مسلمين وقاع ناس في الجزائر. السلام عليكم، عيد مبارك كازايا فاميليز في نيجيريا. قول صحة عيدكم لعائلتي في الجزائر، ماني جدو خالتي ولادهم. صحيحكم، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك to everyone in Nigeria and around the world celebrating Eid.